رقم ضخم وكبير جدا، وبعدين البلد فقيرة قوي، فالمفروض الحاجات دي تروح، الأموال دي تروح للمستشفيات لمدارس. معنى ان هم غير عربيات، احنا سمعنا اشترى عربيات. لا، ما مصر فقيره ما فيهاش فلوس، ما هي مصر فقيره ما فيهاش فلوس، لو فيها فلوس كانوا صلحوا اكتر من كده، كتر خيرهم يعني، الناس بتتعب علشاننا. كان اولى سيادتك باصحاب المعاشات، العشرة مليون مواطن اللي كانوا بيدفعوا معاشات بيطالبوا بالحد الادنى ب 1200 جنيه اللي هم عايشين ب 400 و600، مش قادرين يعيشوا في غلاء المعيشه اللي احنا فيه. كان اولى ان هم يدوها لاصحاب المعاشات وكانوا يستنوا يطلعوا على السلالم زينا. اكيد رقم غير صحيح طبعا. تكييفات ايه؟ بتاعت البرلمان 21 مليون. طب ما نشوفش السكر والزيت بعاني يعني. ايه الجديد؟ حطها في اماكن يعني تفيد المجتمع، مش تصليح تكييفات وحاجات. ماشي، لو كان حاجه بمليون 2 مليون ممكن يعني نقبلها، انما 21 مليون ده زي موضوع العربيات برضو، فحاجات فوق الوصف. انا لو معايا 21 مليون اسيب البلد دي وامشي. اول حاجه ابتديها مساعده، انشا مكان من جهابزه اصحاب المعاشات من مستشارين ومحامين ودكاتره لرعايه اصحاب المعاشات. دول اولى، دول فقراء. هو ما في في البلد النهارده المستوى الحد الادنى. والله انا هتبرع بيه كل البلد، بس هتبرع فيه للصح يعني. جمعيات الاهليه، انا يكفيني مليون جنيه بقى اوزعه للناس اللي هم محتاجين. احنا في يعني الناس ديت في امس حاجه لحاجه زي كده. بجد احنا تعبنا، وقف جنبنا عشان ربنا هو اللي واقف جنبنا وحامي البلد دي، واحنا تعبنا بجد. الناس الغلابه محدش بيسال فيها. الناس الغلابه بتاكل لحمه من السنه للسنه، او بتستنى واحد بيذبح عشان يديها كيلو اللحمه ابو 130 جنيه. انا مش عايز اروح اجيب لحمه مستورده ب 70 جنيه ولا لحمه الجيش. اقول لكل مسؤول في البلد ان هو يتقي الله في الشعب، والشعب محتاج، الشعب محتاج دعم في كل حاجه. رئيس البرلمان ده واسمه ايه اصلا؟ رئيس البرلمان ده ولا اصلا هتقولي عضو بارز في البرلمان دوت؟ الناس اصلا فاكراهم، احنا بنفتكرهم بس عامل انتخابات. يخلي المده 4 سنين بس، ما يخليهاش 6 سنين. بس واتكل في شعبه. انظر لشعبك وخلي شعبك يشوفك في المجلس على الهوى، انما عيب ان الشعب ما يشوفش مجلس الشعب، ما يشوفش عيوب مجلس الشعب. مش هقول له حاجه، هقول له راعي ربنا في الناس، راعي ربنا في اللي انت بتعمله، مش هقول له حاجه تاني. اصلا انا ما انتخبتوش، وبالتالي مش هوجه له رساله. وبرلمان فاسد اصلا لا يمثل الشعب المصري، هو اصلا بيدافع عن الحكومه من المقام الاول. بص للفقراء قبل ما تبص للناس. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس هو عمل كده من باب ان هو عاوز يجيب لابنه الحاجه اللي هو. طيب اجيب لابنه، اكل ابني حرام يعني؟ انا عشان ابني طلب حاجه اكلها حرام؟ من نبت جسمه من حرام فالنار اولى بيه. اصبر على جوع الدنيا افضل من ان اصبر على نار الاخره. لا غلط، لا بيبقى العب من العب من الاب، هو اللي غلطان. ما تقدرش تحكم على الامور دي، اكيد يا اما الاب في حاجه خطا، يا اما ظروفه صعبه، يا اما هو متعود على كده. هو ظروف صعبه مش قادر يجيب. ما تقدرش تحكم يعني، هو برضك الراجل سلمه اكيد، اكيد شافه كررها مره اتنين، يا اما ظروفه صعبه. ما نقدرش نحكم على حاجه من نفسنا يعني. هو ابني لازم اعرفه من اولها ان انا ظروفي على قدي، واحد اتنين تلاته، القرش بجيبه يا بابا ناكل فول بدل ما ناكل شوكولاته، بكره يبقى فيه، النهارده ما فيش بكره يبقى فيه. فالقناعه حلوه برضه، ونعلم عيالنا ان هم يبقوا كويسين عشان يطلعوا جيل صالح. يعني حاله لا تسوي بالسرقه بالصدق يعني. يعني انا يعني ممكن لو انا مثلا محتاج طعام اساسي، هو اي نعم طفل والمفروض يعني بيلبي له حياته، لكن لو محتاج طعام اساسي مثلا، ولانه برضه ده لا يستوجب يعني السرقه. حتى في 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 حاله سيدنا عمر بن الخطاب لما عمل رمضان، لما الدنيا كلها كانت اجاز الى بعض الحالات فعلا مش لاقي طعام خالص، بس هو فعلا يعني السرقه سرقه في كل الاحوال. فلا يجوز فعلا ان انا اضطر ان اسرق عشان خاطر، وبعدين الذنب انا هشيله يعني يوم القيامه، مش هشيله ابني عني، فبالتالي انا ما ينفعش. سرق اكله ما يجوز إقامة الحد عليه، ده امر شرعي. فالراجل اللي سرق الشوكولاته لابنه ده زي اللي موت نفسه عشان مش لاقي يجيب ازازه زيت،
زي اللي موت نفسه عشان ما عرفش يجيب بلوزه لبنته، زي اللي موت نفسه عشان ما عرفش عارف يجيب شوز لابنه، دي مصيبه كبيره. يسرق حته شوكولاته، انا مش مأيده طبعا، بس يعني الدوله خلاص عملت كل حاجه وخلاص جت على اللي هو سرق الشوكولاته. طب الناس اللي بتسرق، الناس الموظفين، لما تلاقيه موظف بيقبض 2000 جنيه وعنده عربيه ثمنها 200,000 جنيه جايبها منين؟ فين جهاز الكذب غير المشروع؟ بيعمل ايه؟ والله انا برضه لا، من الحالات الانسانيه كان لابد، لا انا عامل في مجال القانون، ففي حاجه عندنا اسمها روح القانون، فالمفروض ان هو يعني في حاجه نتعامل بروح القانون مش بالقانون نفسه، لان القانون صم وجامد، فبالتالي كان ممكن روح القانون يعني ما تستبدلش يعني شوكولاته ثمنها بسيط يعني، وده طفل صغير كان هيلبي له حياته. خلاص الناس تعبانه والناس زهقت من عيشتها، والناس ما بقاش يعني اللي عنده ابنه كل يوم ياخد منه دروس خصوصيه، والمحاكم ووجع القلب وكلام زي كده. احنا عايزين العدل، العدل لو ما كانش نطبقه فاحنا يقضي الله امر كان مفروض. تاكد ان مش ده اللي يستحق السجن، في ناس كتير جدا اللي خلت الراجل ده يسرق هم اللي يستحقوا السجن، مش المسكين ده، ده مسكين هو وبنته. الدولار زايد دلوقتي بيزيد، لكن المشكله دلوقتي في حاجات اسعار الخشب اللي انت شايفها دي كلها بترتفع، التجار بيرتفع والدنيا بترتفع، وانت تضطر ان انا معلش في اللفظ ان انا بنبيع مصنعيتي بس، لو طلعت اكل واكل عيالي مصنعيه ده ان انا بنقدر عليه، لكن دلوقتي ما بنقدرش ان انا، لان بنحاول نخفف على الناس، انا بنخفف على الناس في الوقت الحالي، يعني في اوضه نوم بتتباع ب 13,000 جنيه، انا ما ينفعش نبيعها ب 13,000 جنيه وانا عارف ان الناس كلها تعبانه، نضطر ان انا نبيعها ب 8.5 9.5، نلاقي لمعتي فيها ونلاقي لمؤاخذه شغل التشطيب بتاعي الخامات الصغيره ديت، وبعد كده خلاص الحمد لله. هو احنا شايفين انه هو في ازدياد، الدولار بيزيد وطبعا بيأثر علينا في المنتجات اللي بتجينا، لان كل اغلب الحاجات مستورات زي الورق زي الادوات المدرسيه، كل ده بيأثر بيجي واسعاره طبعا بترفع مع سعر ارتفاع الدولار او انخفاض، وبالتالي التجار بيرفعوا علينا، وبالتالي احنا بنضطر غصب عننا بنرفع على الناس. بيؤدي طبعا ان الاسعار الحاجات بتبقى حاجات يعني سعرها المفروض بيبقى اقل من كده، بنبيعها باسعار غاليه، فالناس طبعا بيأثر عليهم في المستوى الاقتصادي، اللي بيشتري حاجه مثلا ب 10 جنيه بيشتريها ب 15 او ب 12، فطبعا بيأثر على الناس، فبيبقى فيه ضغط شويه. هو عامه لما بيغلى البورصه بترتفع، بورصه الفراخ بترتفع، واي بورصه عامه بترتفع، فبالتالي الاسعار بتغلى. لما الاسعار بتغلى طبعا المواطن بيلجأ بقى، مثلا كان عنده مثلا فراخ كيلو مثلا كان 12 و13، فكانت الفرخه تعمل 2 كيلو تعمل لها 26 27 جنيه، دي في المتناول. فحاليا الفرخه تلاقيها عامله 45 و40 تمام، تلاقي المواطن بيلجأ للمجمد، للحم البرازيلي، للفراخ اللي هي كيلو 100 وكيلو 200 اللي بتيجي برازيلي، والفراخ المجمده، فتلاقي الفرخة عاملة 22 23 جنيه، هتلاقي المواطن بيروح لها، فبالتالي هكذا برضه على الخضار على السمك على الفاكهة.